بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول السنة أهلا بكم وحشتوني جميعا يورب يكون في أفضل حال إن شاء الله النهارده مع بعض هنحل أسئلة أنماط جديدة من الأسئلة موجودة معنا في كتاب الامتحان صفحة 131 طابعة 2022 22 على درس التفاعلات الكمية في أقسام الكائنات الحية يلا بينا على بركة الله بقول لي هنا اختار اجابتين خلي بالنا في اتنين صح طب نشوف كده مع بعض السؤال بقول لي اذا علمت ان انزيم البيبسين احنا عارفين الانزيم ده موجود في المعده بيشتغل على المواد البروتينيه هيحولها الى عديدات البيبتايد وده بيشتغل في وسط حمض زي ما احنا عارفين البي اتش بتاعته بتتراوح من واحد ونص الى اتنين ونص يبقى الدرجه المثلى لعمل الانزيم اللي هو البيبسين من واحد ونص الى اتنين ونص وده اللي موجود فين؟ في المعده. ادرس الشكل المقابل ثم حدد. طيب، أي مما يلي يمثل الأخطاء الموجودة في التجربة وتصويبها؟ عاوز الغلط والتصحيح بتاعه إيه؟ وعاوزين إجابتين خلي بالنا. طب نبص كده على التجربة الأول. زي ما إحنا شايفين كده هنا بقول لي قطعة لحم. قطعة لحم هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن مادة بروتينية، يبقى ده بروتين. يبقى ده أول حاجة صح بالنسبة لنا، تمام؟ يبقى عندنا هنا دي عباره عن ماده ايه ماده بروتينيه عندنا انزيم البيبسين موجود عندنا المحلول المنظم البي اتش عندي ب 8 ايه رايكم صح ولا غلط يبقى دي اول غلطه عندي اه يبقى اول غلط اول غلطه عندي هنا مديني البي اتش بكام ب 8 هي المفروض بكام من واحد ونص ل ونص عشان الانزيم ده بيشتغل في وسط حمضي وليس وسط قلوي او قاعدي يبقى دي اول غلطه عندنا الحاجة التانية زي ما احنا شايفين مدين هنا درجة الحرارة كام؟ خمسة وخمسين درجة، فإذا ده الغلط التاني، والمفروض يبقى كام؟ المفروض سبعة وتلاتين درجة سيليزية، يبقى عندي هنا الدرجة المثلى لعمل الإنزيم اللي هي كام؟ سبعة وتلاتين درجة مش خمسة وخمسين، خمسة وخمسين ديت أهو، ديت الدرجة هيتوقف عندها عمل مين؟ الإنزيم، لأن هنا الطبيعة بتاعته هتبدأ إيه تتغير، لأن عارفين طبعا أي إنزيم عبارة عن مادة بروتينية. وبالتالي التركيب الطبيعي ايه هيختلف رقم الف عندنا بيقول لي وجود حمام مائي هل ده غلط بالنسبه لي وجود حمام مائي طبعا لا هنا عشان اوصل له درجه الحراره او اسخن بطريقه اللي هي غير مباشره وبالتالي ده ليس خطا وبالتالي ده هنركنه على جنب ما ينفعش معايا رقم ب درجة حرارة الحمام المائي 55 درجة مئوية، أيوه إحنا قلنا في غلطين عندنا، أول خطأ عندنا اللي هي درجة الحرارة دي الخطأ الأولاني، يبقى أول حاجة عندنا زي ما احنا قلنا الغلط الأولاني إن عندنا درجة الحرارة والحاجة الثانية اللي هي إيه؟ البي اتش بتاعتنا تمام؟ طيب فعندنا هنا بيقول لي أول خطأ عندنا اللي هي درجة حرارة الحمام المائي 55 درجة سيلزية فإذا ده صح كده بالنسبة لنا التصحيح بتاعه إيه؟ درجة حرارة الحمام المائي كام؟ 37 درجة زي ما احنا إيه؟ زي ما احنا اتفقنا فإذا ديت أول إجابة عندنا رقم جيم درجة حمام المائي درجة حرارة الحمام المائي 55 ماشي دي صح درجة حرارة الحمام المائي 50 هل كده صح؟ طبعا غلط المفروض تبقى 37 درجة البي اتش بتساوي 8 طب ده ماشي الغلط التاني طب التصحيح بتاعه ايه؟ درجة البي اتش بتساوي من واحد ونص إلى اتنين ونص ايه رأيكم صح ولا غلط؟ أيوه يبقى ده اللي هي الإجابة التانية اللي احنا عاوزينها نشوف رقم هي بالمرة درجة الـ إتش بتساوي 8 طب ماشي درجة البي اتش تساوي 7 هل انزيم البيبسين بيشتغل في وسط متعادل؟ احنا عارفين 7 يعني وسط متعادل طبعا لا ومفروض يشتغل في وسط مين؟ في وسط حمضي وبالتالي دي كمان غلط في إذا الإجابة رقم ب ورقم د اختار من القائمة ما يناسب الفراغات مدينا قائمة هنختار منها ما يناسب الفراغات بول الجدول التالي يوضح بعض الانزيمات التي تعمل في مناطق مختلفة من الجهاز الهضمي للإنسان والرقم الهيدروجين اللي هو البي اتش المناسب لعمل كل منها اجب عما ياتي طيب حلو قوي نشوف كده هو عاوز ايه فبقول لي هنا موقع الانزيم عندنا الفم في انزيم الاميليز اللي هو في اللعاب وده البي اتش بتاعه من سبعة 7.2 من عشرة الى سبعة ونص. وهنا بقول ان هو الوسط ايه تمام بعد كده عندنا المعده طب نحلها بالمره على طول كده يا ترى ده الوسط بتاعي إحنا عارفين الأوساط تلات حاجات، الأوساط عندنا زي ما إحنا عارفين بنقسمها إلى تلات حاجات، عندنا الأوساط هقسمها إلى تلات حاجات، أول حاجة عندنا رقم واحد عندنا وسط اللي هو حمضي، والحمض ده هيكون أقل من سبعة، البي اتش بتاعته أقل من كام؟ أقل من سبعة، الوسط التاني بسميه وسط متعادل. وده هيكون بيساوي سبعة. الوسط التالت وسط اللي أنا بسميه اللي هو القلوي وده هيكون أكبر البيتش بتاعته أكبر من سبعة. طب هنا موجود قدامي كام؟ سبعة واتنين من عشرة إلى سبعة ونص، ده بسميه وسط إيه؟ وسط قلوي قلوي ضعيف. قلوي ضعيف. طيب. المعدة إنزيم البيبسين بيشتغل من واحد ونص الى اتنين ونص وطبعا ده بسميه وسط ايه وسط حمضي وحمضي يا ترى ضعيف ولا قوي طبعا كل ما الدرجه تبدا تقل إيه لتحت كده تمام كل ما اسميه اللي هو ايه قوي بالنسبه لي يبقى ده اسمه ايه حمضي اللي هو ايه قوي الامعاء الدقيقه تحتوي على انزيم الاميليز البنكرياسي والتريبسين والليبيز الكلام ده كله ان شاء الله علينا السنه الجايه ان شاء الله بالتفصيل بيشتغل في بي إتش من سبعة ونص إلى تمانية، وطبعا ده بسميه اللي هو وسط إيه؟ وسط اللي هو اللي هو قلوي، يبقى ده بردك عندي وسط إيه؟ وسط قلوي، يبقى عندي ثلاثة ده اللي هو الوسط ده اللي هو من سبعة ونص إلى تمانية، أسميه وسط قلوي ضعيف، ضعيف ليه؟ عشان هو قريب من الوسط اللي هو المتعادل، فعشان كده بسميه ضعيف، لو هو كان بعيد عن اللي هو يعني مثلا عشرة أو حداشر ولا حاجة، تسميه قلوي قوي. طب نشوف كده الاختيارات اللي عندنا بقى كده بيقول هنا رقم واحد يمثل نوع الوسط رقم واحد واحد احنا قلنا اسمه ايه قلوي ضعيف هندور على قلوي ضعيف يبقى قدامي اهو قلوي ايه قلوي ضعيف يبقى واحد ده عبارة عن وسط قلوي ضعيف ايه يمثل نوع الوسط اتنين 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 قدامي اللي هو ايه حمض ايه حمض قوي يبقى حمض مين حمضي قوي إحنا قلنا بنمثل الكلام ده مسطرة، كنا عندي مسطرة كده، يعني لو إحنا تخيلنا عندنا خط كده اللي هو المقياس بتاعي، عندي هنا في النص، في النص كده عندنا اللي هو الوسط المتعادل اللي هو بيمثل سبعة، يبقى ده وسط متعادل، وعندي كده لما أروح لي دي كده هنبدأ هنا من الصفر مثلا، صفر، واحد، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر, اتناشر، تلاتاشر أربعتاشر المقياس ده بيبدأ من الصفر لحد كام لحد أربعتاشر إحنا اتفقنا دلوقتي اللي هو السبع ده بيمثل لي مين وسط مين متعادل وعندنا اللي هو لما أروح في الاتجاه ده كده يعني الأقل من اللي هو السبعة هسميه وسط حمضي وعندي كده لما ازود عن اللي هو السبعه هسميه وسط ايه؟ وسط قلوي طب امتى اقول عليه بقى ضعيف وامتى اقول عليه قوي؟ يعني عندي هنا الفيصل عندي هنا اللي هو اللي في النص عندي هنا اللي هو الوسط المتعادل كل ما يكون قريب منه هسميه يعني لو انا راح في الاتجاه ده يعني مثلا لو عندي الرقم سته هسميه في الحاله ديت انا اه اللي هو حمض ضعيف عشان قريب منين؟ قريب من اللي هو الوسط المتعادل كل ما ابعد واقرب من الارقام الصغيره كل ما اسميه وسط حمضي قوي تمام طيب لما نيجي اليوم الثانيه نفس الكلام عندنا كل ما اتجه الى اليسار اروح في الاتجاه ده كده كل ما اسميه وسط ايه قلوي عندي هنا الثمانية ديت وسط قلوي ضعيف نيجي هنا كل ما اتجه كده يبقى 10 11 12 كل ما ابعد كده هسميه وسط ايه قلوي ايه قوي تمام يا رب يكون فهمنا الجزئيه دي كده ما تنسوناش من صالح دعواكم كان معكم استر طارق وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته